مؤثرة على فريق كرة القدم في بطولة أفريقيا؟ والله بتمنى لا، يعني لان جهاز الكوره المفروض انه مفصول تماما عن ما يحدث داخل النادي. وبعدين عايز اقول لك ان يعني ماتش الاهلي بنغازي الاهلي يعدي؟ والله بتمنى من الله انه يعدي. ان جاي مباراه هو العوده طبعا مباراه، عايز اقول بعد الانتخابات بيوم او يومين، مباراه صعبه في ظل ظروف النادي الاهلي وتغيير فريق النادي الاهلي، اللي انا بقول ان المرحله الجايه في منتهى الخطوره، ان النادي الاهلي لازم يغير جلده بسرعه، عشان النادي الاهلي ما ينفعش ما ينافسش، ما بقولكش ياخد البطوله، لكن لابد ان يكون منافس قوي على البطوله، على الاقل يوصل دوري المجموعات. لازم يوصل. طب انا بتكلم سؤالي، الاهلي يعني مباراه العوده هتكون بعد الانتخابات بيوم او يومين، مؤثره موضوع الانتخابات على بقول النادي لك الاهلي؟ لا يعني لا ما اعتقدش الاهلي يعدي، يعني يعدي ان شاء الله، يعني يقدر يعمل نتيجه كويسه طب هناك. طول ايه الجمعيه العموميه، ولسه هنتقابل تاني قبل الانتخابات مع الكابتن اقول مجدي ان عبد انا الله؟ عندي برنامج للاسف الشديد ما لحقتش ان انا اطرحه، عندي للمراه يعني افكار، عندي للاطفال، لان هناك شكاوي كتيره جدا اولياء الامور بالنسبه لاطفالهم، ما فيش شيء تقدر يعني يستمتعوا بيه الاطفال في النادي، وخاصه اهلي مدينه نصر. على فكره هناك شكاوي من اهلي مدينه نصر واهلي الجزيره، الاثنين بيشتكوا يمكن من نفس او عندهم نفس نفس السلبيات. عندي بالنسبه للشباب افكار، انك انت تعمل لهم كورسات مدعمه مخفضه، اللي بيحب الاعلام واللي بيحب البيزنس واللي بيحب مجالات مختلفة، التسويق في مجالات مختلفه، يبقى الشيء الاجتماعي دايما موجود، تحسين خدمات، يعني مثلا الاعضاء بتقعد في الصيف في الكلاب هاوس بتاع النادي، هو ده الوحيد اللي فيه تكييف وممنوع الاطفال تخش فيه، لازم يبقى فيه فكر تاني عشان الاطفال هتروح مع فين؟ امهاتهم وكده في مبنى تاني مثلا، لازم ما يبقاش الاولاد بيلعبوا في النار في الصيف في درجه حراره 40، ويعني في موجود، انا عندي ولسه الجزء برنامج التاني. لسه الجزء تاني اللي هو قبل الانتخابات على برنامج طول. كابتن مجدي عبد الغني ليه حق علينا، خلي لكن بالك طبعا كنجم ربنا كبير يخليك يا طبعا. كريم، طبعا لكن عايز اقول انا ثقتي، بقول للجمعيه العموميه، انا اللي انا شفته في الفتره اللي فاتت في الحقيقه من خلال لقاءاتي وجودي في اهلي مدينه نصر وجودي في اهلي الجزيره، شفت حب جارف، شفت ثقه كبيره جدا فيا، شفت انهم يعني في دعم من الاعضاء بصرف النظر عن عدم، وناس كتير جدا حبت ان انا داخل مستقل، مش داخل مع اي جبهه من الجبهات، ده كانت يمكن ميزه بالنسبه لي. اسلام صادق زود لنا 10 طيب دقائق، زي الفل 10 دقائق زي الفل، يعني دي كانت ميزه دي بالنسبه لي، انا عمال اشاور له يا كويس، دي كانت ميزه بالنسبه لي في الحقيقه، اتكلم براحتك بقى شوف بان انا يعني ابقى مستقل. ناس كتير جدا حابه ان انا ما ابقاش محسوب، لان انا فاهم دماغ اعضاء النادي الاهلي، انا عارف هم بيفكروا ازاي. انا بقول لك في النادي الاهلي من 72 فما انقطعتش اطلاقا عن النادي الاهلي، متواجد دائما، سواء وانا في اتحاد الكوره انا موجود مع 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 النادي، حتى في المشاكل كان بيتم استشارتي في الـ يعني وانت بره النادي الاهلي يا كابتن مجدي كان مجلس الحالي او مجلس سابق؟ لا هو مش المجلس، امال ايه؟ هو جهاز الكوره. لان انا جهاز الكوره هو المجلس، يعني كابتن حسن حمدي، جهاز الكوره كابتن خطيب، عايز تدلع كابتن طارق لا سليم. لا بتكلم على مدير الكوره ومدير الفن واداره الكوره، بس ده بحكم منصبك في اتحاد الكوره. ما هو لا، ما انا عايز اقول لك لما كنت عضو مجلس اداره لجنه الكوره دي حاجه، ومشرف على لجنه شؤون اللاعبين بالظبط كده، لجنه الكوره دي حاجه، والجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي دي حاجه تاني. يعني في مثلا نادي خشبه مدير جهاز الكوره، تحته السيد عبد الحفيظ مدير الكوره، تحتهم موظفين لاداره الكوره، مديرين اداريين مديرين اداريين كلهم للتنقيب يكلموا كابتن مجدي نعمل ايه يا كابتن مجدي بالظبط كده. كل ده طبعا كنت بقدمه للنادي الاهلي ولغيره في الحقيقه، بحكم موقعي جوه النادي الاهلي. عايز اقول ان يعني النهارده سيدات النادي الاهلي في الحقيقه هم العصب، لان هم اللي بيتواجدوا كتير جوه النادي الاهلي. فانا عندي فكره ان يبقى في حضانه لابناء النادي الاهلي داخل النادي الاهلي، لابد ان يتواجد. في انشاءات في الحقيقه ما خلصتش جوه النادي الاهلي، محتاجه انها تخلص. فرع 6 اكتوبر كمان ده عايز قصه. غير فرع 6 اكتوبر، انا عندي يعني راعي لبناء استاد النادي الاهلي باذن الله، باذن الله بعد
ما لازم يتعمل فرصة أكتوبر ده حاجة كبيرة يا كابتن. هناك راعي موجود حاليا وأنا بتفاوض معاه وبتكلم ومنتظر إن شاء الله بعد ما تنتهي الانتخابات عشان بإذن الله على أساس إن ما حدش هيقدر شركة كبيرة طبعا يعني مشروع كبير جدا إنهم يعني سواء في الحالة دي أو الحالة دي في الحقيقة أنا هقدمه للنادي الأهلي سواء ما نجحت أو لم يعني توفق لم أوفق لازم يقدم للنادي الأهلي بس هو ما ينفعش دلوقتي يجي لأن عايز مجلس يتكلم معاه فترة الانتخابات طبعا صعب جدا إنه يتفق مع حد أو المجلس أصبح دلوقتي يعني ما أقدرش يعقد أو يبرم اتفاقات على المدى الطويل. زيادة فترات المخصصة للسيدات في حمام السباحة كلهم أو يعني كابتن حسن بيشتكوا السيدات بقول لك شكوى عامة ازاي انا اسمع من هؤلاء يعني اكتر من 1000 عضوة قالت لي نفس الـ 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 فترات قصيرة طب ليه انا يعني ليه انا باجي عليهم انا عايز افهم ويعني برضو كل دي حاجات هنحط ايدينا فيها وأكيد بس شكلك يعني بتغازل انت شويه المرأة لا بالعكس يعني هي قوه انتخابيه هي تستاهل لان انا النهارده هم اللي بييجوا النادي هم اللي بيجيبوا اطفالهم وهم اللي بيحرصوا على اطفالهم يلعبوا الناحيه الاجتماعيه هم اكتر من الرجاله طبعاً شويه طبعا مهمه جدا 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 يعني الاطفال لازم يبقى لهم حديقه مؤمنه يعني ازاي انت تروح مطعم تلاقي العاب موجوده فيها الفل اللي هو اولادك تحطهم يعني عندنا للاسف مفيش اهتمام بالجزئيه دي حتى لو محتاجه فلوس النادي الاهلي ما عندوش فلوس انا اقدر اجيب شركه لو هعمل للطفل ب 50 قرش بجنيه انه يخش يلعب ايه جنيه بقى معدن دلوقتي ملوش قيمه زي المليم زي زمان زي المليم ايامنا يعني اي حد هيجي تقدر هتحط افكارك تقدر انك انت تستغل هذه الافكار في انك ترضي الاعضاء من الناحيه الاجتماعيه بجانب فكري الرياضي في كره القدم وخبرتي عايز تعمل ايه فرقه الكره يا كابتن ان فرقه الكره هي التورته بتاعه النادي لازم يبقى فيه تحديث سريع لفريق كوره لازم يبقى عندي النهارده مثلا عندي ديفوف خط وسط النادي الاهلي لازم ابحث عندي محتاج مهاجمين يرحمكم الله الحمد لله يرحمنا ويرحمكم محتاج ان ال11 لعيب اللي بره الاحتياطي الثمانية الاحتياطي ولا المجموعة الاحتياطي لازم مستواهم مش اقل من اللي جوه عشان افوز بالبطولة او عشان انافس عليها ما ينفعش النادي الاهلي يبقى اللي بره اقل من الـ من الـ من اللي جوه لازم يبقى النادي الاهلي دايما محافظ على كيانه وعلى قيمته التعاقد مع اللاعبين الاجانب ما ينفعش انا اجيب لعيب من او اي لعيب مصري ما ينفعش ما اكشفش عليه اكتشف اصابته عندي بالظبط صعب جدا ان انا اجيب لعيب حتى لو اسمه كبير طيب يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي برضو بيطلع لعيبه وشفنا لعيبه كتير عماد متعب وسام عاشور لازم تزيد مرتبات كل قطاعات الناشئين في النادي الاهلي بس لازم يفعل اكتر من كده كابتن بص ما ينفعش انك انت تجيب واحد تديله 2000 جنيه وتقول له طلع لي ناشئين هيجيب لك منين ده اولا ممكن يكون جه لانه محتاج انه يجي ممكن يبقى كويس وممكن يكون جه لانه مش لاقي شغل في اي حته فبالتالي الكويس مشي راح في الاماكن الثانيه وانت ما جبتش الافضل فما ينفعش يبقى عندك جاب كبير في المرتبات بين اللي بياخد 120 ولا 100 ولا 2000 وفين واحد بياخد 2000 لابد ان قطاعات الناشئين داخل النادي الاهلي في كل الالعاب الصغيره خلي بالك كل ده عايز فلوس وبالك هتاخد من الكتير وتدي القليل لان كل الناس اللي بتشغل النادي الاهلي بتحب النادي الاهلي تعمل توازن شويه لازم تعمل طيب في